قبل ما اسمعك اسمع الاستاذ ميشيل اللي طيب هو يعني ايه بيستن سكاكينه هو يعني ذكوري هو فيعني اغتلت ايضا الفتاه بتضامنك مع الشاب وتعتبر انه ما قام به ليس تحرشا. انا لو اعتبرت كده تاسيسا على نصوص القانون وقد اختلف مع عصام بيه، لكن انا في نص قانون يتكلم في موضوع التحرش. هو كلمه تحرش في القانون ما كان قبل سنه 2014 ما كانش لها تقنين ثابت، الا ان صدر المرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2014 في عصر الرئيس السيسي بيقنن كلمه التحرش. التحرش قد يكون ليه شكلين، تحرش لفظي او قولي، وقد يكون بالفعل مادي. التحرش اللفظي اشترط ليه قانون حسب نص الماده 306 مقرر الف، واللي دي تم فيها تعديل. كان الاول التعرض خاص بالانثى فقط، بعد التعديل اصبح التعرض للشخص يعني للذكر او للانثى. فجي نص الماده بيقول كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق باتيان امور او تلميحات جنسيه او اباحيه سواء بالاشاره او بالقول، يبقى هنا الامور او التلميحات لازم تكون في المجالات الاباحيه او الخادشه للحياء حسب تفسير او نص القانون ماده 306. 306 مقرر به قالت ان يكون الجاني قاصدا من المجني عليه منفعه جنسيه. فالقانون هنا خسر بعض الامور على سبيل الخصر، ما ضربهاش على سبيل المثال. فهنا لازم نكون التحرش اللفظي او القولي بالفاظ خادشه للحياء تخدش الحياء العام، او ببعض الاشارات التي تخدش الحياء العام، او التعرض يكون تعرض فيه خادش للحياء. وقد يكون التحرش باللمس بس في غير مواضع العوره. التحرش بقى لو كان في مواضع عوره نصبح هنا امام جنايه هات كارت. فقد يكون التحرش باللمس في غير مواضع العوره فاصبح هنا تحرش بالفعل المادي، مسكها من ايديها مثلا. اما لو مسكها في موضع يعد موضع عوره فهنا اصبحنا امام جنايه هات كارت يعاقب عليها بالسجن مش مجرد جنح. وجه في شدد القانون ادى ظروف مشدده بعقوبات مضاعفه في حالات التحرش لو كانت من الاصول او من الفروع او من القائمين على التربيه او غيرهم. طب اللي حصل ده عشان ما استغرقش، ما هو يا فندم بنطبق بقى احنا الكلام اللي احنا القانون اللي احنا قلناه اللي بقوله ده من شويه. ما فيش اي يعني لفظ خادش للحياء حصل، او ما فيش اي تلميحات جنسيه حصلت حسب ما قال نص الماده من القانون. فده مجرد سلوكيات من غير معاقب عليها القانون. الغريب ان البنت لغايه دلوقتي ما حركتش اي بلاغ. الشيء السيء بقى في سلوكياتها هي ان هي عملت فيديو او عملت الاخبار اللي انتشرت. المواقع الاخباريه يا جماعه بتسيء الينا بره، احنا بقى يتقال علينا بالمواقع الاخباريه بالخارج ان احنا بلد كده ما فيهاش امان. دلوقتي اذا كان العالم كله الان عاملين حمله لتوثيق اذا كان ممثل فنانات هوليوود كلهم عاملين اعترافات دلوقتي بوقائع التحرش التي تعرضنا لها، هل طلع حد قال ده يسيء لسمعه الولايات المتحده؟ لا بس هو انا هل في مجتمع ملائكي؟ لا ما قلتش كده طبعا، بس دلوقتي لما في حياه هيبقى في ما هو الموضوع اخذ اكبر من حجمه. هو البيه الموضوع اخذ اكبر من حجمه بشكل كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما لجأت لوسيله. هو ما اغتصبهاش، هو ما قالش لفظ خارج. السؤال اللي ممكن هيسأله لك اي حد قبل ما اسمع الاستاذ عصام السمشين هيقول لك ايه؟ هل تقبل انه اختك او زوجتك تبقى واقفه فحد يقول لها ما تيجي اعزمك على قهوه، ما تيجي اخدك النادي، ما تيجي نلعب اي حاجه؟ ما هو كده، ما هو ده مش هتعتبره انت إباء. اي حد هيقول لك هل تقبل ذلك لاختك لزوجتك؟ هتقول له بالتاكيد لا. اكيد طب، لكن انا بتكلم ما لا نقبله. انا بكلمك بشكل مجتمع الوقت مش بشكل قانوني، وانا بتكلم على شكل السلوكيات. هو انا هنا ما هو برضه اللي حصل في حق الولد نفسه يعتبر جريمه. ما هو انا لسه قايل نص الماده اتعدل كان التعرض لانثى فقط، دلوقتي اصبح التعرض للغير للذكر او للانثى. احنا دلوقتي سميناه اعلاميا متحرش التجمع الخامس. حضرتك بتقول جات له اعمال فنيه وجات له بصفته متحرش التجمع الخامس. احنا كده اوثقنا له عيب. حاجه تفضل معاه مدى الحياه. في منتهى الخطوره. فطبعا ده يعني ده كده اللي في منتهى الخطوره. بص ما هو حضرتك احنا دلوقتي اوثقنا بيه عيب. ما احنا الصقنا بيه عيب. واصبح العيب ده منتشر اعلاميا. انت زي الوقت ما قال الاستاذ عصام والى تاريخ لم يصدر حكم قضائي ضده بحاجه، ومفيش بلد قدم. انت يا جماعه انت هنا عامل زي شخص يضرب شخصا اخر بالحذاء على دماغه، فهم نشكو ان الحذاء مش نظيف يعني. مش انك ضربتني بالحذاء على دماغه. واحنا دخلنا في نيته ليه يا وائل بيه؟ مشكلته ان الحذاء كان قصده يتعرف عليها بقصد شريف الزواج وليكن يعني. مش ده كان ممكن يحصل؟ يعني هو انا ممكن وارد الزواج ده يحصل. يعني احنا في 2018 وفي منطقه التجمع الخامس ما احناش في الارياف ولا في الصعيد يعني.
يعني عايز اقول وارد ده بيحصل حاله من حالات التعارض. هو ما خدهاش بقوه ولا فرض عليها حاجه بالقوه ولا بلطج عليها ولا قال لها لفظ خارج. انا مش بلافع عن الوضع نفسه، انا بتكلم فيه ان احنا في 2018 بقى دلوقتي يعني القضيه نفسها خلاص. انا بتكلم على اندهاشي من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي لما قعدنا نحصرها كده، ما اصبح هو دلوقتي هو اللي مجني عليه. ان البنت مهما تعمل البنت مدانه مسبقا، تمام. الرجل يمكن ان يجلس على القهوه كده ويتباهى بغزواته النسائيه ويتباهى بانه يعني وده اللي حصل في هذه القضيه. انا بس في امر ثاني يا ولبي، هو دلوقتي مش في طريق رسم القانون واللي بيحكم بينه هو القانون. هو ولو فرضا اخطا في حقها ده كده هي تروح تحرر ضده بلاغ تاخد حقها بالقانون. لكن دلوقتي بقى اي حد هيعكس حد هعمله فيديو، هو جاب حقنا دلوقتي بالفيديوهات دي، وهل يجوز تسجيل الفيديوهات بشكل غير قانوني؟ لا وهي صورت مش هل يجوز تسجيل التليفون او تسجيل الفيديوهات بشكل مش قانوني؟ ليه ما طلعتش اسم التجمع وعملت بلاغ؟ هنا احنا في طريق رسم القانون كده بقى هتبقى موضه يا ولدي. يا اسوان كده اصبحنا قدام موضه، احنا دلوقتي كده اصبحنا قدام موضه كده يا جماعه. اللي يتعاكس او يحصل له اي مضايقات لو اللي عايز يتشهر، لو فيديو اللي عايز يتشهر وانا والاستاذ عصام بقى ما نشتغلش. ليه هو الفيديو ده يعني ما هو هتقفل اسامه الشهور؟ هو لا يجوز الاستعانة بيه قانونا، لا يجوز الاستعانة بفيديو طبعا. طيب نرد بس على حاجه، وانا مش عايز قضيتي يا جماعه.